كما تعلمون أن مستشفى عائلة الأمل الآن تستلم الدفعات بين فترة أخرى من أجل خدمة المرضى الموجودين في هذه المنطقة. هذه الأدوية عبارة عن أدوية ومعدات طبية ومواد مختبرية، علما بأن المستشفى تقدم خدماتها مجانية 100%. هذه الأدوية طبعا تخفف من معاناة المرضى المتواجدين والمترددين على المستشفى. المترددين على المستشفى حوالي ما بين 50 إلى 60 مريض يوميا تقدم لهم هذه الخدمات، سواء كان معاينة أو أدوية أو محاليل طبية، هذه تقدم للمرضى مجانا لهم بدون أي مقابل.